السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بداية الفيديو صلوا على النبي واذكروا الله. في هذا الفيديو سنتكلم عن طريقة تحويل حساب الشخصي في انستغرام من خاصية الحساب العام إلى خاصية الحساب الخاص أو العكس. الأمر بسيط جدا ولا يحتاج إلى تعقيد القليل من الخطوات. كل ما عليكم هو إكمال بقية الفيديو لمعرفة التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد لإكمال بقية تفاصيل تحويل الحساب انستغرام من العام إلى الخاص أو العكس. الأمر بسيط جدا، كل ما علينا هو التوجه إلى انستغرام، بعدها إلى الإعدادات. من هنا الإعدادات، بعد التوجه إلى الإعدادات لدينا كذا إعداد، سندخل إلى قسم الخصوصية. الخصوصية لدينا خيار هنا اسمه حساب خاص. الحساب حاليا بشكل عام حساب عام كونه مطفأ هذا الخيار. في حال تفعيل الخيار هذا راح يتحول الحساب من عام إلى خاص. حساب الخاص راح يصير الحساب في حال كان أشخاص راح يتابعوك كشخص، راح يتابعوا حسابك، راح يجيك اشعار في انه شخص طلب المتابعة مثل الفيسبوك تقريبا. ما حد بيحسن يشوف الستوري ولا يشوف منشوراتك الا اذا كان متابعك وانت قبلان، وفي حال كان الحساب خاص. اما في حال كان مطفأ راح يكون الحساب بشكل عام. في حال كان الحساب بشكل عام راح يكون مقدور الأشخاص مو ضمن متابعينك يشوفوا المنشورات ويشوفوا ستوريات ويتفاعلوا عندك على الحساب. هلا مجرد تفعيل حساب رح يسأل انستغرام هل تريد تبديل الى حساب خاص. رح نعطيه تبديل الى حساب خاص. الامر بسيط، مجرد صارت الاشارة زرقاء رح يكون تفعل هذا الحساب وتحول حسابك الشخصي الى حساب خاص. نرجو ان يكون هذا الشيء مفيد لكم ودمتم بخير.